السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سفيان مداوي، حلاق عصري في حي شعبي. بالنسبة للفكرة ديال أننا يعني نكون كمتطوع، يعني بالنسبة لي كأنا كأنني حلاق، يعني الفكرة كيف جات أول مرة جات عند الأخت ديالي اللي كانت قالت لي واحد صديقة ديالها عندها الولد ديالها اللي عيان هونديكابي وعنده الشعر هذا، ما لقيناش كيفاش ندير. قالت لي واش ممكن هذا؟ قلت لها ما كاين حتى مشكل، مشيت ومشيت عند الصديقة ديال الأخت ديالي وحسنت لذاك الطريقة، عنده الشعر كبير ومريض مسكين هونديكابي. من تما قررت، قلت علاش ما نديرهاش ونبقى يعني تنمشي لأي بلاصة نحسن. والحمد لله حطيت واحد التصويره في عبر المواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ديالي وفي الانستغرام، ولقيت واحد الاقبال كبير، تقريبا 300 بارتاج ولا مارك اللي وصلت، وبقاو يتصلوا بيا الناس. من تما بقيت نمشي للسبيطارات، يعني تنمشي للسبيطارات، تنمشي لعند الناس اللي عندهم يعني رجال اللي كبارين مساكن، اللي كاين شي بعض المرات تنلقاو عيالات اللي مساكن مراضين، يعني تتلقى الشعر ديالهم حتى ولا تيتلوى لهم حتى ولا، يعني كاين بزاف ديال نتاع الحوايج صراحه. تنشكر الاخ سفيان كيدير هذه المبادره مع الناس ديال الحومه الحي شعبي عندنا في الحومه. المهم اللي وقف عليه راه كيتعاون معاه، اللي ما عندوش راه كيتعاون معاه. الحمد لله السيد هذا تنتمناو ليه مسيره موفقه في الدومين ديالو، وهادشي اللي كانوا كنشكروه بزاف على هذه المبادره. ونصيحه للحلاقه اللي تنقول لهم يديروا بحال هذه المبادره اللي كيدير الاخ سفيان وكاع الحلاقه، وكنشكروا كاع الناس اللي تيديروا في هذا الخير هذا. وشكرا. وكيف تتعرفوا يعني في هذه الجائحه ديال كورونا اللي صراحه يعني بزاف ديال الناس اللي بانت الازمه ديالهم كثيره، كاينين شي بعض الناس قسما بالله الا تيجيو زعما تيجيو تيبيعوا حسنوا تيخلي لك واحد القدر المالي ديال الحسنه ديالو، تيأدي الواجب ديالو وتيعطيك واحد الاخر، تيقول لك شي واحد الا ما في حالوش ولا يعني يحسن ليه ماشي مشكل. حنا اصلا تنديروا هذه البديله، يعني اللي ما عندوش ولا راه ما غاديش ما يمكنش ترطو، والله يحسن العوان. كي قلت لكم هذا راه لا اله الا الله، الناس راه تعرات ديال بصح، يعني تنتعاونوا معاهم في اي حاجه، اللي ما عندوش اللي عنده شويه واحد تيخلص على الاخر، هذا هو اللي كاين. تيجي واحد عنده فلوس راه تيخلصك مزيان وتيخلص على واحد اخر ما عندوش. ومن هذا المنبر تنبغي نقول يعني انا بالخصوص يعني تنهضر على الناس ديال مراكش، يعني اللي عنده اي واحد مريض اللي في ذوي الاحتياجات الخاصه ولا حتى اللي ما عندوش، انا الرقم ديالي والصالون ديالي راه الاشاره، وممكن نمشي حتى لعندو نحس ليه بدون اي مقابل. الرقم الهاتف غادي نذكره لكم هو 0667419242. اي حاجه حنا راه الاستطاعه، ليكيب ديال صالون سفيان مهداوي راه الاشاره ديالكم. وشكرا لكم بزاف. وتنبغي نقول يعني للشباب اللي في الدومين ديالنا اللي في لاكواف، يعني تنبغي نقول لهم يديروا بحال هاد البادره، راه الناس صراحه في حاجه وفي حاجه كبيره وامس لهادشي هذا. راه كاين اللي ما عندوش الله يحسن العوان، كاين اللي عنده ما عندوش كيفاش يتنقل عندك، يعني من يعني نمشي عادي ما فيها حتى مشكل. لا خليتي واحد الساعه ولا ساعه الا ربع من وقتك ومشيتي انك تحسن لهذاك السيد، يعني راه غادي تكون واحد الاجر اللي هو كبير.